مشاهدين بنرحب بالزميل العزيز محمد الباز يحلل لنا بقى ارقام مباراه اليوم. منورنا محمد، مبروك للنادي الاهلي. مساء الخير يا كباتن، مساء الخير كابتن ايمن، مبروك للنادي الاهلي. يعني سلسله الفوز بلا هزيمه نعتبرها كلها استعدادات للمباراه القادمه زي ما قال مستر مارسيل كولر. 12 فوز متتالي فيهم 30 هدف للنادي الاهلي، فدايما معدل التهديف زي ما دايما بنتكلم، والتفوق الهجومي عند النادي الاهلي واضح تمام. مباراه النهارده الارقام فيها مختلفه تماما الشوط الاول عن الشوط الثاني، تمام، حتى على المستوى الفردي على مستوى اللاعبين. فبنتكلم ان الشوط الثاني يا كابتن ايمن، لا زي ما حضراتكم وصفتوا، التغييرات قلبت خلت الارقام حاجه ثانيه خالص، وده اللي شفناه. الاستحواذ في الشوط الاول كان التفوق للنادي الاهلي، المحاولات في كل يعني صناعه الفرص، ولكن الجيش النهارده طلع الجيش كان عنده اكتر من فرصه، كان في خطوره، وهنستعرض ارقامهم معانا النهارده. ولكن النادي الاهلي فعلا الشوط الثاني حصل تغير كبير جدا على كل المستويات، مستوى حتى الهجومي والاستحواذ والتسديدات والمحاولات وكل حاجه جت. النهارده الاهلي وصل للهدف 54. احنا دايما بنتكلم بالبلس كابتن والماينس، البلس تمام. النهارده النادي الاهلي طبعا بلس 34، بيراميدز بلس 32، لان النادي الاهلي النهارده زي ما مستر برضو مارسيل كولر قال هم متفوقين علينا في عدد المباريات، واعتقد 14 مباراه فوز متتالي لبيراميدز، والنادي الاهلي 12 مباراه فوز متتالي، ولكن البلس للنادي الاهلي من الناحيه الهجوميه واحراز الاهداف زي ما قلنا بلس 34 مقابل بلس 32، ده قبل المباراه القادمه. خلينا نبص على مباراه النهارده ونشوف الارقام احصائيات المباراه حتى بعد نهايه المباراه، ونحللها مع بعض، نربطها بالشكل الفني اللي احنا شفناه النهارده على ارض الملعب. 63% الاستحواذ، 37% طلاع الجيش. ركنيات النهارده النادي الاهلي 9 ركنيات مقابل 4 ركنيات للطلاع. المحاولات والتسديدات على المرمى 15 تسديده للنادي الاهلي، منهم 5 على الثلاث خشبات بدقه 33%. طلاع الجيش كان عندهم 6 محاولات النهارده فيهم 3 على الثلاث خشبات بدقه 50%. الفرص بشكل عام النادي الاهلي 13 فرصه، الفرص الكبيره المحققه منهم 3 فرص للنادي الاهلي. الناحيه الثانيه عند الطلائع صنعوا 4 فرص، منهم فرصتين محققين النهارده. الاهداف المتوقعه عشان كده علت الاكس جي عند الطلائع، الطلائع قد يصل يعني هدف ونص، قد ممكن يعني يقارب من هدفين، اما النادي الاهلي قد يقارب من 3 اهداف النهارده. نكمل ده الناحيه الهجوميه النهارده. بالنسبه للتمريرات دايما النادي الاهلي بيفوق ال 500 تمريره، ولكن تمريرات النهارده الصحيحه منهم 478 تمريره بدقه 86%. الدقه النهارده يا كابتن عن المباراتين السابقتين يعني قلت شويه، احنا وصلنا 89 و90%، النادي النهارده 86. كان عندنا بعض يعني الميس باس عند طبعا طلائع الجيش، 261 تمريره صحيحه بدقه 74%. انا اعتقد النهارده مقارنه بارقام المباراه السابقه وحتى مباريات طلائع الجيش في الاخيره الخمس مباريات اللي بصينا عليهم، نسبه دقه التمريرات عندهم اعلى وعدد التمريرات اعلى، لان هم المباريات السابقه مثلا قدام النادي الاهلي كان انا اعتقد عملوا 147 تمريره صحيحه المباراه السابقه بدقه 62%. فدقه التمريرات عندهم النهارده وده اللي شفناه، لان هم طلعوا بهجمات اكتر من مره كان شكلهم منظم فيه، وده اللي اتعكس في ارقام او اعداد التمريرات عندهم ودقتها. التمريرات الطوليه عملوا 45 تمريره طوليه، منهم 12 بشكل صحيح، ولكن الدقه كانت 27%. مش لحظه واحده في حته التمريرات الطوليه دايما بنتكلم عليها باز، بس بيبقى داخل فيها كمان التشتيت. يعني انا مثلا مدافع بشتت الكوره تيجي الواحد قدام، بتتحسب بتمريره طوليه؟ لا خالص، بتتحسب تشتيت، بتتحسب ابعاد للكوره، تمام. فالاكشن ده بيعتبر كده، بيقول لك لو وصلت لواحد لزميله، لو وصلت لزميله هل بتحسب تمريره؟ لا خالص، لان التمريره الطوليه هي بالشكل بتاعها التمريره الطوليه في عدله اللاعب، ان هي بتوصل للاعب ووصلت للاعب، بقى بنشوف الدقه بتاعتها منها كانت عامله ازاي، تمام. ولكن التشتيت ده اكشن لوحده في الارقام، ايوه، فهو بيتحسب عدد شكل التشتيتات عموما، يعني لما بيدخلش خالص في التمريرات الطوليه، تمام. انا فاهم حضرتك، عايز تقول ان عندهم رقم كبير النهارده 45، وده بالزبط. على فكره يعني احنا حتى في المباريات بتاعتهم 28 مباراه اللي قبل المباراه ديت، لو بصينا على التمريرات الطوليه عندهم اصلا بالمباراه كان عندهم 56، ده المعدل المتوسط بالمباراه، ايوه،
فهو ده الطبيعي بتاعهم، ده الستايل لعبهم في عدد التمريرات الطوليه من عددها كبيره جدا. فوصلوا 56، فالنهارده يعملوا 45، فده رقم طبيعي بالنسبه لطلع الجيش. تمام. النادي الاهلي يعني دي اللعب طويل، اللعب التمريره اللي يعني ما ال 45 دول ما فهمش يعني تطلعي الكوره او زي ما يتقال عليها تشتيت يعني. ما هو لا، هو الفرق ما بين التشتيت في لغه انا هوضح لحضرتك. 45 دول فيهم تشتيت. الفرق ما بين معنى التشتيت بحد ذاته ان هو كان عليه هجمه، هو المدافع او اللي كده بيخرج الكوره، فهو بيعمل ابعاد للكوره علشان يحمي الناحيه الدفاعيه عنده، غير ان هي كوره طوليه، انا معايا اللعبه وبلعب كوره طوليه بحيث لونج بول ان هي تسقط. فالفرق ما بينهم في الارقام هنا مختلف. دي مش من ضمنها، التشتيت مش من ضمنه خالص. بالظبط. تمام. بعد كده قلنا النادي الاهلي لا، ده من اقل معدلات النادي الاهلي في التمريرات الطوليه. لان الشورت باسس النهارده لما يعمل 23 من متكلم من 478 تمريره، فده رقم قليل. فالشورت باسس او التمريرات بقى الكاسره للخطوط بكل اشكالها، النادي الاهلي كانت اعلى النهارده، وده اللي هنشوفه ودايما بنركز عليه في الثلث الاخير. الثلث الاخير النهارده النادي الاهلي كان عنده عدد تمريرات كتير، يعني 136 تمريره صحيحه من اجمالي 173 بدقه 79%. النهارده طلائع الجيش في الثلث الاخير عند النادي الاهلي عمل 42 تمريره صحيحه بدقتهم 55%، لان هم دخلوا الثلث الهجومي عند النادي الاهلي ب 46 هجمه، يعني او 46 يعني تمريره من الخمس ممرات. النادي الاهلي 73، مقارنه بالمباراه السابقه كان النادي الاهلي يعني يعتبر المعدل قل شويه في الهجمات من الخمس ممرات. الميزه او التفوق عند النادي الاهلي والتطور فيه هو الاختراقات من العمق. أيوة. ان انت دخلت التلت الهجومي النهارده 73 مره او من 73 هجمه او تمريره، الفكره فيهم يا كابتن ان كان معظمهم من العمق، وصلنا ل 20 لعبه من العمق النهارده. العمق هنا مش العمق بالشكل اللي هو الاوسط او المتوسط، ولكن معاه برضو الهاف سبيسز اللي جنبه، الجانب أيوة. الايمن الداخلي والجانب الايسر الداخلي، فبالتالي اللعب في المنطقه ديت بقى كتير، ودخول منه لمرمى الخصم اصبح في تطور بالارقام. العرضيات النهارده النادي الاهلي 22 منهم بس 2 بشكل صحيح، وده رقم دايما حضراتكم بتتكلموا عليه بربطا بالفنيات واسبابه. فالدقه 9%. الناحيه الثانيه يعني حتى محمد هاني اتغير، وعمر كمال لما نزل يعني حضراتكم اكيد وصفته وهتوصفه. ونكمل 13 طلاع الجيش 13 عرضيه منهم 4 بشكل صحيح بدقه 31%. كسب الثنائيات ده رقم كنا دايما قبل المباراه كابتن ايمن كلمنا عليه، ان طلع جيش بيتفوق فيه. تمام. يعني من مقارنه بفرق الدوري عنده ميزه كسب الثنائيات، بيلعبها بشكل كويس جدا في الالتحامات الثنائيه، بيكسب الكره بشكل كويس لدرجه ان ارقامه كانت متقاربه مع النادي الاهلي قبل المباراه على جميع مباريات الدوري. النهارده الارقام متقاربه ايضا، ولكن دقه كسب الثنائيات عند طلع الجيش وصلت ل 53%، نادي الاهلي 47%. ده الشكل الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه وتحليل حتى التمريرات. وعلى فكره كابتن ايمن كباتن برضو اللونج بول بتساهم فيها، ليها نسب في التمريرات كاسره للخطوط، لان لان التمريرات الطوليه في بعض الاوقات بتحسب طبعا تمريره كريتيكال او حاسمه، او بتدخل فيها ان هي بتكسر بيها الخطوط، تكسر بيها اكتر من لاعب في الدفاع وتمثل هجمه خطيره على الخصم. فبالتالي النادي الاهلي النهارده ما كانش عنده رقم كبير من التمريرات الطوليه، لان هو في اخر 3 4 مباريات زي ما دايما بنتكلم غير الستايل، لان هو بقى فيه كرات شورت باسس على الارض مع دبل باسس بيدخل بيها من العمق. هي التمريرات الطوليه بالنسبه للحسابات، هل التمريرات الطوليه لما بتيجوا تحسبوها بتحسبوها من التمريرات اللي بتتلعب من نص ملعبي ليه نص ملعب الفريق الثاني؟ ما في تمريرات طوليه ممكن تتلعب من نص الملعب برضه، يعني انا في نص ملعب الخصم، نفترض ان امام عاشور معاه الكره في السنتر في دايره السنتر، تمام، عديت نص الملعب وبلعب تمريره طوليه لحسين الشحات، دي داخله تمريره طوليه؟ لا، هي طالما هو نادرا جدا لما تلاقي تمريره طوليه من لاعب للاعب جنبه الا في حاله تغيير الملعب، في حاله تغيير الاتجاه. ايوه. ولكن سؤال حضرتك، لا يعني لا، دايما الكرات الطوليه اللي هي من نص ملعب، من نص ملعبي للملعب الخصم. الخصم ايوه بشكل عام، لان هي ديت المفروض الطبيعي. أي. الا المش طبيعي اللي هو بتغيير الاتجاهات.
فتغيير الاتجاه ده ممكن يعتبر تمرير. انا اتكلم على التمريرات الطوليه دايما اللي دايما بتروح على الثلث الهجومي او ناحيه ملعب الخصم اللي بتضرب نص ملعب. بالظبط ده بشكل عام. الارقام بقى اللاعبين احنا ده اتكلمنا على المباراه تحليلها، ولكن ارقام اللاعبين نفسهم في الشوط الاول كان افضل ارقامهم مصطفى شوبير. حتى بعد نهايه المباراه من اعلى التقييمات مصطفى شوبير طبعا السوليه، وحصل النهارده على رجل المباراه عمرو السوليه، ولكن مصطفى شوبير في الشوط الاول تحديدا كان اعلى سكور، يعني ان هو وصل لحتى الثمانيه في التقييمات بتاعته، لان عنده ثلاث تصديات زي ما حضراتكم وصفتم بالظبط، هم ممكن يكونوا يعني نقطه تحول في المباراه، يعني ادت برضو الافضليه للنادي الاهلي في الشوط الثاني. اخيرا ارقام السوليه النهارده، بما انه حصل على رجل المباراه، لعب 45 دقيقه، جاب طبعا جون، لمس الكره 29 مره، التمريرات عنده 21 تمريره منهم 17 بشكل صحيح بدقه 81%، تسديدات هي تقريبا تقدر تقول هي التسديده اللي جت جول فما كانش في محاولات كبيره منه من الارقام. التحامات حتى اللونج بول النهارده ما كانش عنده مساهمات كبيره السوليه، ولكن زي ما حضراتكم دايما عارفين الايجابيه، يعني هنقارن بعض اللعيبه اللي جايين بعد السوليه. اكرم توفيق النهارده ايه مع اذنك؟ اكرم توفيق، لا اكرم توفيق النهارده كان في يعني ارقامه مش الافضل. امام كانت ارقامه من ارقام مميزه ايضا، لان امام كان عنده عدد لمسات الكوره والتمريرات كان مساهم فيها بشكل كبير جدا، والاستخلاصات مظبوط. يعني في بعض الاكشنز كده، يعني انا شفت لعيبه النادي الاهلي النهارده متقاربين، يعني في كل لعيب عنده ميزه يعني متفوق فيها النهارده. امام عنده ميزه زي ما قلنا طبعا، يعني في عدد لمسات الكوره من اكتر اللعيبه. انا بتكلم على الناس اللي هي بتلعب في النص الثاني، يعني دايما رامي او دايما حتى بتكلم خط الدفاع من اكتر الناس في عدد التمريرات تمام او لمس الكوره، ولكن لمس الكوره في الجانب عند الثلث الهجومي عند الخصم اللي بيمثل فعاليه او تاثير اكبر بيتقلب طبعا او ليه مساهمات كتمريرات مفتاحيه. كان طبعا النهارده حتى وسام النهارده عامل ارقام كويسه جدا، وكان يعني الهدف اللي اتلغى كان ممكن يساعده في ان هو في المنافسه على هداف الدوري، اعتقد لسه بدري وبوتنشال جدا ان هو عنده فرصه كبيره. وانا لو منه هفكر، صحيح طبعا لازم افكر ان انا العب على هداف الدوري، عنده 11 مباراه. اه بالظبط، فرصه كبيره جدا. اخيرا يا كابتن، دايما الارقام بنشوفها في الملعب، ونسيب لحضراتكم التفصيل الفني. وقلنا ان الاهلي دايما بيتطور في ناحيه الاختراقات في العمق، شفنا الاهداف بقى النهارده، حتى الكوره اللي اتلغت الجون كانت برضو لعبه من امام في العمق، يعني كوبي بيست منها، والماتش اللي فات ايضا، فبالتالي الدخول والاختراقات من العمق بترجم لاهداف شفناها كبير. النهارده يا كابتن كنا بنتكلم ان طلاع الجيش عنده طبعا المساحه، في مساحات ما بين الخطوط، صح. عنده مشاكل كبيره جدا في الربط ما بين الخطوط، لكن الهجمه دي كانت في بدايه المباراه في الدقيقه 3. اتكلم بقى على عدد التمريرات يا كابتن عادل من ورا خالص في التحضير، يعني احنا سبقنا شويه يا شباب، ولكن بيقول لك اشوف بدايه منين، دي كده تمريره طوليه بس هنا مش دقتها زيرو، يعني اللي هي ما وصلتش، ولكن لما تردد تشوف بقى النادي الاهلي في الطلوع خلاص بنسترجع الكوره، عدد الباصات والتمريرات هنا اللي بنشوفها بقى ما بين الخطوط، لان في كان عند طلائع الجيش مشاكل في المساحات. النهارده حاولوا ان هم يضيقوا المساحات، ولكن النادي الاهلي بدقه تمريراته وحسمها النهارده قدر يلعب في اليمين والشمال ويتحرك بالكوره، ودي طبعا كانت فرصه مهمه جدا، يعني ضاعت بالشكل اللي احنا شفناه، بس عدد التمريرات من ورا ومن قدام والتغيير ما بين الجبهتين كان حاجه مميزه جدا النادي الاهلي، واستخلاص الكره هنا واسترجاعها كابتن ايمن من اهم المميزات عند النادي الاهلي ومن افضل الفرق في الحته دي في الاكشن، اللي هو يعني البول ريكفري بشكل عام والكاونتر بريسنج. الشكل الاخير النهارده شفنا اكتر من هجمه بنفس الشكل، مساحات ما بين الخطوط، لونج بول راحت هنا واتلعبت بالشكل اللي احنا شايفينه ما بين الخطوط برضو، او ده الهاف سبيس اللي هو ناحيه الجانب الايمن. فدايما بنشوف لمسات وتدرج بالكوره عند النادي الاهلي بشكل مميز، بس خلي بالك هو برضو اللعب في العمق ما بيبقاش مع كل الفرق، لان ده عيب في فرقه طلاع الجيش، فقدر النادي الاهلي يستغل النقطه دي. صحيح صحيح طبعا، يعني تحليل الخصم هو بيجبرك ان انت ازاي تلعب بشكل عام. فالنادي طلاع الجيش عنده طبعا مشاكل في مساحات بين الخطوط، سوء في التمركز، بالتالي ساعد النادي الاهلي النهارده ان هو يزود عدد التمريرات اللي هي من العمق اللي احنا شفناها في الارقام والدخول للثلث الاخير. دايما كابتن شريف بيتكلم على الدخول في الثلث الاخير،
فالارقام برضو مع الحالات بقى هحسبها مع حضراتكم في الحالات الفنيه وتشرحوها اكيد بالتفصيل يعني. صحيح. شكرا لحضراتكم واكيد يعني ان شاء الله كل التوفيق. خش بقى على الليفل الليفل الوحش. ايوه بالظبط. يعني بدايه الحسم ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. نتمنى للنادي اي التوفيق وشكرا جزيلا يا باشا. شرفتنا يا حبيبي. ربنا يخليك. طيب كابتن بلال خلينا نتكلم على ان انت تلعب ماتش بماتشه زي ما قال